حالة الجو يا جاد، عشان خصوصا انه بكره سمعنا انه في عاصفه والجو هيبقى مش معتدل. هيبقى معانا الدكتوره ايمان شاكر، وزير وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئه العامه للارصاد الجويه. معانا الدكتوره ايمان. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل استاذه فرح واستاذ محمد، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين. صباح كل سنه وحضرتك طيبه اولا طبعا دكتوره ايمان. سنه وحضرتك طيبه طبعا، وكل الشعب المصري بخير والامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طمنينا بقى، احنا سامعين حاجات كتيره قوي عن بكره، انه هيبقى في عاصفه ترابيه، انه درجات الحراره هتبقى عاليه جدا. عايزين نعرف من حضرتك بالظبط الجو بكره هيبقى عامل ازاي، واكيد طبعا باقي الاسبوع. هو طبعا احنا فعلا اصدرنا بيان امس، طبعا بكره ان شاء الله هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، هتكون اعلى من المعدلات بحوالي من 8 ل 9 درجات مئويه، هتوصل درجه الحراره العظمى القاهره ل 36 درجه. طبعا هيكون مع ذلك مع الارتفاع هيكون في نشاط رياح مثير للرمال والاتربه، ويصل لحد العاصفه على بعض المناطق المتفرقه وخاصه الطرق الصحراويه والطرق المكشوفه. طبعا هتقل معاها الرؤيه الافقيه بشكل كبير على الطرق، فطبعا احنا بننصح بالقياده بهدوء على الطرق اللي هيكون فيها رؤيه منخفضه. طبعا مرضى الجهاز التنفسي والصدر والحساسيه والجيوب الانفيه يفضل ان هم ما يخرجوش في الفترات دي، او طبعا لو خارجين يبقى لازم ان هم يرتدوا الكمامات، لان كميه الرمال والاتربه هتكون كبيره، فطبعا هتزود الحساسيه عندهم. طبعا مع نهايه اليوم هيبدا يكون في فرص سقوط امطار على بعض المناطق من السواحل الشماليه والدلتا، وممكن توصل امطار خفيفه للقاهره، لكن الامطار ممكن تكون رعديه احيانا على بعض المناطق، لكنها كلها امطار خفيفه غير مؤثره ان شاء الله. الامطار هتستمر معانا غدا الجمعه ويوم السبت، ايضا هتستمر معانا الامطار الخفيفه، لكن هتنخفض درجات الحراره بصوره كبيره جدا، يعني بعد ما بيقوم 36 يوم الجمعه توصل ل 25 يوم السبت، فهيبقى في انخفاض حوالي 11 درجه تقريبا، فاحنا لازم ناخد بالنا كويس من الفرق الكبير في درجات الحراره. طبعا مش عايزين نتسرع ونخدع ونلبس ملابس خفيفه ونخفف، لان طبعا الفرق هيكون كبير جدا ما بين يوم الجمعه ويوم السبت. حقيقي. طب دكتوره ايمان، باقي ايام الاسبوع يعني من بعد يوم السبت، هل درجات الحراره هترجع ترتفع تاني؟ هترجع للمعدلات الطبيعيه، يعني من 26 27 درجه للمعدلات الطبيعيه هذا الوقت من العام، ان شاء الله يبدا يستقر الجو مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. هل العاصفه الترابيه اللي هتبقى موجوده بكره مستمره معانا هتنتهي امتى؟ هي هتستمر معانا بدايه من مساء اليوم، يعني ممكن منتصف الليل النهارده تبدا معانا، يبدا معانا نشاط الرياح والاتربه، ويستمر معانا غدا الجمعه ان شاء الله، ويوم السبت يبدا يكون في نشاط رياح خفيف غير مؤثر، مش هيكون في اتربه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتوره ايمان، هل يعني الارتفاع اللي احنا شاهدناه في اليومين اللي فاتوا دولت، هل هو مؤشر انه يعني بدايه شهر الصيف هيبقى بدري شويه عن ميعاده؟ لا لا خالص، احنا طبعا ما زلنا في النص الاول من فصل الربيع، الصيف لسه في 21 يونيو القادم، لسه بدري عليه جدا، لكن طبعا فصل الربيع معروف ان هو بيبقى فيه تقلبات جويه، بيبقى فيه ارتفاع منخفضات الحراره، وبيبقى في قيم كبيره جدا، يعني هنا ارتفاع 8 9 درجات وانخفاض 11 درجه، فبتبقى ارقام كبيره، ده طبيعي فصل الربيع ما فيهوش اي مشكله، لكن الصيف لسه بدري على البدايه. تمام ان شاء الله. ان شاء الله بكده نكون اطمنا.